السلام عليكم اخواني، الله يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ محمد الحان من معهد دار العلوم. اليوم راح ناخذ مع بعض المحاضره الرابعه من ماده التحليل المالي. طبعا اخذنا من المحاضره السابقه نسب السيوله اضافه لنسب المديونيه او الرفع المالي. اليوم ان شاء الله راح نكمل مع بعض بنسب النوع الجديد من النسب، وهي نسب النشاط. كمان طبعا مثل ما تعودنا من المحاضرات السابقه، كل محاضره او كل بالنسبه في مقوله صغيره لاحد العلماء او المفكرين: لماذا لا تستثمر اصولك في الشركه التي تعتقد بانها جيده؟ فكما يقول المثل الغربي ان الكثير من الاشياء الجيده امر رائع. وارن بافيت تستخدم طبعا هذه المجموعه اللي هي نسب النشاط لقياس قدرة الشركة على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات. كما تستخدم في الغالب نسب النشاط لتقييم أداء الشركات المتعلق بالمركز المالي القصير الأجل. تستخدم في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعلقة بالمركز المالي القصير الأجل كمؤشر عن نشاط الشركة في تاريخ معين أو فترة زمنية معينة. وتعرف أيضا بنسب إدارة الموجودات assists management ريشن، لأنها تقيس مدى كفاءة الإدارة في استخدام أصولها لإنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات. ولعل أكثر نسب النشاط تطبيقا في التحليل المالي هي معدلات الدوران. راح نبلش بنسب النشاط. واحد، معدل دوران الأصول assists turnover assists turnover، معدل دوران الاصول نحسبه بالطريقه التاليه: صافي المبيعات على متوسط مجموع الاصول. معدل دوران الاصول تحسب بالطريقه التاليه: صافي المبيعات على متوسط مجموع الاصول. ويشرح يشرح معدل دوران الاصول مدى كفاءه الشركه في استخدام اصولها لتوليد المبيعات او الايرادات. يشرح معدل دوران الاصول مدى كفاءه الشركه في استخدام اصولها لتوليد المبيعات او الايرادات، حيث تستخدم هذه النسبه لقياس حجم المبيعات تتولد عن كل ليره دينار دولار من قيمه الاصول. وهو يشير ايضا الى استراتيجيه التسعير هامش الربح العاليه تميل الى تحقيق معدلات منخفضه. وهو يشير ايضا الى استراتيجيه التسعير هامش الربح العاليه تميل الى تحقيق معدلات منخفضه، بينما يرتفع معدل دوران الاصول مع هامش الربح المنخفضه. كل ما انت قاعد بعرفه، كل ما بعت باسعار قليله راح يكون المربح على الكميات الكبيره، وبالتالي راح يكون دوران المخزون بشكل اكبر من المبيع بمبلغ بهامش ربح عالي. واتجه المحللين الماليين لاحتساب معدل دوران الاصول فيكست اسيس تورنوفر للتعبير عن مدى كفاءه الشركه في استلام اصولها الثابته لتوليد المبيعات او الايرادات حسب الصيغه التاليه: صافي المبيعات على القيمة الدفترية للأصول الثابتة. طبعا الأصول الثابتة هي الأساس: آلات، سيارات، أراضي، شهرة محل، براءة اختراع وهكذا. وغالبا ما تستخدم طبعا هذه النسبة تقييم كفاءة الشركات الصناعية، حيستخدم تلك الأصول بشكل مباشر في عملية الإنتاج. الآلات والأساس والسيارات يتم استخدامها بشكل مباشر طبعا. وعندما تقوم هذه الشركات بعملية شراء واسعة لزيادة أو تحديث خطوط الإنتاج على سبيل المثال، عادة ما يكون المحلل المالي بمتابعة هذه النسبة في السنوات التالية معرفة جدوى تلك الاستثمارات. يا ترى شراء الآلات الجديدة جاب نتيجة؟ زاد كمية الإنتاج ولا انخفضت كمية الإنتاج؟ السيارات اللي اشتريناها صرت عم بقدر أوزع الإنتاج بحجم أكبر ولا نفس النتيجة؟ إلى آخره. ثاني نسبة، معدل دوران رأس المال العمل بعد معدل دوران الأصول. اثنين، معدل دوران رأس المال العمل طريقة احتسابها يحسب بالطريقة التالية: صافي المبيعات على متوسط رأس المال العامل، معدل دوران رأس المال العامل working capital turnover، working capital turnover، معدل دوران رأس المال العامل يحسب بالطريقة التالية: صافي المبيعات على متوسط رأس المال العامل. تستخدم هذه النسبة طبعا لقياس كفاءة استخدام رأس المال. تستخدم هذه النسبة لقياس كفاءة استخدام رأس المال، في عنا هي زيادة، كفاءة استخدام رأس المال العامل لتوليد المبيعات، حيث يتم تحديد عدد مرات استخدامه خلال فترة زمنية معينة لمعرفة تشغيل وحدة النقد الواحدة في تمويل العمليات وشراء المخزون
السلع وتحويلها الى مبيعات، وكلما زاد طبعا معدل دوران راس المال العامل كلما تضاعف صافي المبيعات بمقدار عدد مرات الاموال المستخدمه في تمويل هذه المبيعات. على سبيل المثال اذا كانت الاصول المتداوله للشركه 10 مليون والمطلوبات المتداوله 9 مليون بالمقابل المبيعات 15 مليون، معدل دوران راس العمل لهذه الفتره 15 دينار او 15 ليره او 15 الى اخره. فليش لان عندنا مبيعات 15 مليون صافي المبيعات على 10 زائد 9 تقسيم 2 فبيطلع عندنا 15. وزن النسبة مقارنتها مع السنوات السابقة أو مع الشركات نفس القطاع، طبعا النسب التحليل المالي ما فايدة من النسب إذا لم أقارنها مع مسيلاتها من السنوات السابقة لنفس الشركة أو مع مسيلاتها من الشركات بنفس القطاع. يعني أنا شو الفايدة أقول إيه مبيعاتي 1.5% زايدة، إيه طيب زايدة عن أي سنة؟ زايدة عن السنة الجاي السنة الماضية عفوا، السنة اللي قبل، أي سنة؟ طيب بالنسبة للشركات الثانية المماثلة بنفس القطاع يا ترى كمان عم تزيد نفس النسبة ولا أكثر ولا أقل؟ فبالتالي لازم نقارنها. يمكن احتساب معدل دوران رأس المال العامل باليوم أو ما وهو ما يسمى بفترة الاحتفاظ برأس المال العامل، يعني ممكن نحن نقسمها على اليوم، فينا نطلع باليوم بحيث انه نحن نقسم 365 على معدل دوران راس المال، فينا نحطها على 12 بيطلع معنا بالشهر او باليوم، حيث ان دليل الاستثمار الجيد لراس المال العامل يتحدد على اساس انخفاض الاقصر فتره الاحتفاظ براس المال العامل. كل ما احتفظت براس المال العامل بالتالي كل ما صار عندي استثمار جيد. يعني انا مو المهم انه عندي راس مال ومحتفظ فيه، لا المهم انه هذا راس المال يفتر بيع واشتري بيع واشتري بيع واشتري، هذا كله دوران لراس المال، وبالتالي كل ما دار اكثر راس المال كل ما صار عندي الارباح اكثر. معدل دوران المخزون، معدل دوران المخزون يحسب بالطريقه التاليه: صافي المبيعات على متوسط المخزون، صافي المبيعات على متوسط المخزون، يمكن استخدام الصيغه التاليه طبعا: معدل دوران المخزون inventory turnover، inventory turnover معدل دوران المخزون يحسب بالطريقه التاليه: صافي المبيعات على متوسط المخزون، ويمكن استخدام الصيغه التاليه طبعا: تكلفه البضاعه المباعه على متوسط المخزون. بالرغم من ان العمليه الحسابيه الاولى اكثر شيوعا الا انه يفضل استبدالها بتكلفه البضاعه المباعه. طبعا بالرغم من ان العمليات الحسابيه الاكثر شيوعا الاولى الاكثر شيوعا الا انه يفضل استبدالها بتكلفه البضاعه المباعه بسبب ان المبيعات تكون بالقيمه السوقيه بينما يظهر المخزون السلعي في السجلات بسعر التكلفه. طبعا بيستخدم معدل دوران المخزون لمعرفه عدد مرات قيم الشركه ببيع المخزون واستبداله خلال فتره معينه، ويجب مقارنته مع شركات مماثله بنفس القطاع، وهذا يشير الى ويشير عفوا انخفاض معدل الدوران الى انخفاض نسبه المبيعات، وبالتالي تراكم المخزون اسرع. يعني كل ما قل المعدل كل ما انخفضت معدل الدوران كل ما انخفضت نسبه المبيعات، وبالتالي تراكم المخزون السلعي، حيث ان وجود فائض في المخزون يمثل استثمارا بعائد صفر. طالما عندك بضاعه بالمستودعات معناتها انت البضاعه ما عم تنباع، معناتها في عندك مشكله، ما في عائد، ما في بيع. كما انه يعرض الشركه الى مخاطر انخفاض في مستوى اسعار المواد، ويساعد معدل دوران المخزون في احتساب فتره الاحتفاظ بالمخزون inventory conversion period المعروف ايضا باسم ايام الجرد المعلقه ديو، لاعطاء فكره عن الزمن الذي تستغرقه الشركه في تحويل مخزونها الى مبيعات. طريقه احتسابه 365 معدل دوران المخزون لاعطاء فكره عن الزمن اللي تستغرقه الشركه لتحويل مخزونها مبيعات. بشكل عام انخفاض فتره الاحتفاظ بالمخزون يشير الى الشركه الاكثر مبيعا، يعني كل ما كانت تحتفظ مخزونها بفتره اقل كل ما كانت مبيعاتها اكثر. ولكن المهم الاشاره الى انه متوسط فتره الاحتفاظ بالمخزون يختلف من قطاع لاخر، بجوز انه يكون بصناعتك معدل الاحتفاظ بالتخزين بالمخزون شهر، بالنسبه لصناعه ثانيه بجوز يكون اسبوعين. المعدل الرابع او نسبة النشاط الرابع هي معدل دوران الزمن المدينة، معدل دوران الزمن المدينة ريفيرا بيلز تورنر. طريقة الاحتساب: صافي المبيعات الأجلية على متوسط الزمن المدينة، معدل دوران الزمن المدينة تحتسب بصافي المبيعات الأجلية على متوسط الزمن
المدينة. طبعا تستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة الشركة في تحصيل ديونها، ويرتبط ذلك بعدد مرات تحصيل الديون خلال فترة معينة، فكلما ارتفع المعدل عن السنوات السابقة أو الشراء عن الشركات الماسية فهو يشير إلى تحسين أو تحسن أداء الشركة في تحصيل ديونها. وفي بعض أو بعض الشركات تظهر في تقريرها المالية حجم المبيعات الكلي، مما يؤثر على هذه النسبة وفقا لحجم المبيعات النقدية. وضمانا للدقة باحتساب هذا المؤشر، لازم أخذ مجموع حسابات المدينة قبل طرح مخصص ديون مشكوك فيها، كما يتم إضافة قيمة أوراق القرض برسم أوراق القرض برسم التحصيل إلى مجموع حسابات الزام المدينة، وذلك في حال تم خصم هذه المبالغ مباشرة من حسابات الزمن قبل التأكد من تحصيلها. في حال تتطلب الممارس السليم إدارة الحسابات، فتح حسابات خاصة بأوراق القرض لكل مورد أو مقترض، ويتم خصمها للتأكد من تحصيلها. طبعا بيساعد معدل دوران المدينة في احتساب فترة تحصيل زمام المدينة بالأيام receivables compensation period لإعطاء فكرة عن الزمن تستغرقه الشركة في تحويل ديونها. طبعا تحسب بالطريقة التالية: 365 على معدل دوران الزمام المدينة. طبعا غالبا ما يتجه هدف المحلل المالي عند تحليل حسابات المدينة إلى المقارنة بين شروط الشركة في البيع وبين فترة التحصيل، ومن جهة ثانية مقارنة شروط البيع مع الشروط الخاصة بالمنافسين والصناعة. وعادة ما يقوم المحلل المالي طبعا بإجراء تعديلات على فترة تحصيل زمام المدينة بخصم 3 أيام من النتيجة النهائية كمتوسط فترة تحصيل الشيكات لدى البنوك، هي طبعا كل السياسات تتعلق بالشركة والبنوك اللي حواليها. خمس نسبة معدل دوران الزمن الدائمة variables turnover معدل دوران الزمن الدائمة تاريخ الاحتساب، تكلفة البضاعة المباعة أو المشتريات على متوسط الزمن الدائمة، طريقة الاحتساب تكلفة البضاعة المباعة أو المشتريات على متوسط الزمن الدائمة. تستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على سرعة الشركة في تسديد التزاماتها التجارية قصيرة الأجل، ويرتبط ذلك بعدد مرات التسديد خلال فترة معينة. طبعا بيساعد معدل دوران الزمام الدائمة في احتساب فترة دفع الزمام الدائمة بالأيام variables compensation period، ويسمى أيضا فترة الائتمان لإعطاء فكرة عن الزمن تستغرقه الشركة في تسديد ديونها التجارية. تحصل طبعا بالطريقة التالية: معدل دوران الزمن في احتساب فترة الزمن الدائن بالأيام كالتالي: 365 على معدل دوران الزمن الدائن. سادس نسبة من نسب النشاط هي فترة النقدية Cash Conversation Cycle، فترة النقدية تساوي فترة الاحتفاظ بالمخزون زائد فترة تحصيل زمن المدينة ناقص فترة دفع الزمام الدائن. نعيده: فترة نقدية، قانونا بيقول فترة الاحتفاظ بالمخزون زائد فترة تحصيل زمام المدينة ناقص فترة دفع الزمام الدائن. ويمكن تعريف فترة نقدية بأن الفترة المحددة عدد الأيام لبدء لبيع، ويمكن تعريف فترة النقدية بأن الفترة المحددة عدد الأيام لبيع المخزون السلعي وتحصيل زمن المدينة وتسديد الزمن الدائن، وبالتالي تعتبر مؤشر على كفاءة الشركة في إدارة رأس المال العامل، وتوفير رؤية واضحة لقدرة الشركة على سداد التزاماتها لمواردي السلع والخدمات. طبعا من خلال فترة النقدية فإن المحلل المالي يكون قادر على تمييز الاتجاهات الإيجابية أو السلبية في إدارة رأس المال العامل، فالشركة تحتاج إلى فترة أقل دوران المخزون وتحصيل الديون، يعني أن لديها السيولة النقدية كافية لسد التزاماتها التجارية وزيادة حجم السيولة في الشركة على المدى الطويل.
طبعا بهالطريقه نحن بنكون انتهينا من نسب النشاط. هني عباره عن ست نسب فينا نراجعهم بشكل سريع. واحد، معدل دوران الاصول يحسب بالطريقه التاليه: صافي المبيعات على متوسط مجموع الاصول. اثنين، معدل دوران راس المال العامل هو عباره عن صافي المبيعات على متوسط راس المال العامل. ثلاثه، معدل دوران المخزون هو عباره عن صافي المبيعات على متوسط المخزون. اربعه، معدل دوران الزمن المدينه واللي عباره عن صافي المبيعات الاجل على متوسط زمن المدينه. خمسه، معدل دوران الزمام الدائنه، تكلفه البضاعه المباعه والمشتريات على متوسط الزمام الدائنه. سته، فتره النقديه واللي هي فتره الاحتفاظ بالمخزون زائد فتره تحصيل زمام المدينه ناقص فتره دفع الزمام الدائن. نسب السوق: المتعاملون في وول ستريت لا يتعلمون شيئا، كما انهم دائما ينسون كل شيء، ومعظم الاحيان تغطى اسهم الشركات بسوق غير عقلاني وتقلبات مفرطه في الاسعار في كلا الاتجاهين صعودا وهبوطا، وذلك نتيجه النزعة المتاصله نحو المضاربه او المقامره لدى العديد من المستثمرين، وهي وسيله لاعطاء الامل والخوف والجشع. بنيامين شبه: الفقاعات في السوق الاسهم لا تنمو من فراغ، لها اساس متين في الواقع، ولكن هذه الواقعيه تم تدميرها بسبب سوء الفهم او عدم القدره على تفسير الاحداث. جورج سوروس. تعتبر نسب الاسهم، عم نحكي عن نسب السوق او نسب الاسهم، ذات اهميه خاصه لحمايه الاسهم والمستثمرين المحتملين في الاسهم والمحللين الاوراق الماليه والبنوك الاستثمار وحتى المقترضين. وهيك الاضافه ان نسب الاسهم مهمه، اداره الشركه لقياس تاثير اداء الشركات على اسعار الاسهم العاديه في السوق، لان الهدف في الاداره التمويليه هو تعظيم ثروه المساهمين عن طريق تعظيم القيمه السوقيه. طبعا اول قيمه، اول نسبه من نسب السوق، القيمه السوقيه العائد بايس ايرنينكس ريتيو، فقد احتساب هي عباره عن القيمه السوقيه للسهم على حصه السهم من صافي الارباح. القيمه السوقيه الى العائد، القيمة السوقية للسهم على حصة السهم من صافي الأرباح أو الربح. تسمى هذه النسبة مضاعف السعر بايس ملتي بلاي، لأن تظهر مدى استعداد المستثمرين الدفع مقابل الحصول على حصة نسبية من الأرباح السنوية الموزعة أو المحتجزة أو تجنيها أو التي تجنيها الشركة السهم الواحد، ويمكن أن تفسر على أنها عدة سنوات من الأرباح تسديد ثمن الشراء. وهي النسبة مالية تستخدم في التقييم، فإذا كانت نسبة القيمة السوقية العائد مرتفعة، هذا يعني أن المستثمرين سيدفعون أكثر عن كل وحدة من الدخل، وبالتالي ارتفاع تكلفة السهم مقارنة مع أسهم مماثلة. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة 13.2، وعلى مدى 12 الشهر الماضي كانت حصة السهم من صافي أرباح الشركة 1.6، فإذا ضربنا 1.6 فنسبة القيمة السوقية العائد ستكون 13.2 تقسيم 1.6 بتساوي 8.25 مرة، 8.25 مرة، يعني أنا بدي 8 مرات وربع لحتى أحصل قيمة السهم، ويعني المستثمر على استعداد دفع 8.25 دينار مقابل كل دينار من الأرباح الحالية. أو أن المستثمر يحتاج إلى 8 سنين وربع لاسترداد رأس مال على شكل أرباح موزعة أو محتجزة ضمن حقوق المساهمين. طبعا النقطة انه انت رح صح رح تحصل قيمة السهم، لكن في لك ارباح محتجزة اضافة للارباح بالسنوات الجاية اللي انت رح تكون رح فعلا رح يكون عندك تحصيل الارباح طالما انت استرديت قيمة السهم، لانك انت استرديت قيمة السهم او قيمة رأس المال، فبالتالي كل شيء رح يجيك بعد 8 سنين وربع هو عبارة عن ربح. ومقارنة طبعا النسب الحالية بالاسعار الفائدة الحقيقية يساعد الجدول ادناه في اعطاء معلومات ارشادية طبعا، ولا يمكن تكون دليل على النحو التالي، بمعنى انه اذا كان الحاله غير معروفه، يعني عاده ما يمس طبعا اسم القيمه السوقيه العائد للشركات مع خساره عدد سلبيه بانها غير معروفه، يعني لما بشوف رمز ان على يعني عاده ما يمس الى نسبه القيمه السوقيه الى العائد للشركات مع خسائر او عادات سلبيه بانها غير معروفه. هلا من 0 لـ5 قد تكون القيمة السوقية للأسهم منخفضة نتيجة عوامل مختلفة من الأزمات المالية، عوامل السيولة، وأن الشركة قد استفادت من بيع الأصول أو تحقيق أرباح غير متكررة. من 5 لـ10 بالنسبة للعديد من الشركات يمكن النظر هذه النسبة أنها قيمة عادلة. إذا كانت النسبة من 11 لـ17 القيمة السوقية تفسيرها
لأسهم تلك الشركة مرتفعة، وقد يتوقع المستثمرين زيادة في العائدات المستقبلية. زائد 17 القيمة السوقية للأسهم تلك الشركة مرتفعة جدا نتيجة عمليات المضاربة أو لا محدودية الأسهم المتداولة في السوق. كل علامة تعطي مؤشر معين أو تعطي دليل معين على حالة معينة. وبشكل عام ارتفاع نسبة القيمة السوقية للعائد يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع نمو الأرباح في المستقبل مقارنة مع الشركات ذات النسبة المنخفضة. ومع ذلك فإن عادة ما تكون أكثر فائدة المقارنة بين الشركات نفس الصناعة، يعني أنا لازم قارن، لكن لازم قارن، الأهمية أني قارن بنفس الصناعة وليس غير صناعات، وكمؤشر للسوق بصفة عامة. وإظهار التباين الذي يطرأ على الشركات نفسها في حين أنه لن يكون مفيدا للمستثمرين باستخدام هذه النسبة، طبعا باعتبار أساسا مقارنة بين القطاعات المختلفة، لأن كل قطاع له وضعه وترتيبه، ففي كل الصناعة الكثير من آفاق المختلفة. وعلى الجانب الآخر أحس أن السمة الرئيسية لسوق الأسهم موجهة نحو المستقبل وتوقعات الأداء، فإن نسبة القيمة السوقية للعائد المرتفعة قد تكون إيجابية إذا كان سبب ارتفاع القيمة السوقية للسهم هو نمط النمو المستقبلي المتوقع في أعداد تلك الشركات. ويمكن معرفة ذلك من خلال ربط هذه النسبة مع معدل النمو السنوي المتوقع لاحتساب القيمة السوقية للعائد مع النمو بي تو جروث بيج ريتيو. بالطريقة التالية نسبة القيمة السوقية إلى العائد على معدل النمو السنوي المتوقع في صافي الأرباح، طبعا بتساعد هي النسبة واللي هي نسبة القيمة السوقية إلى العائد، نسبة القيمة السوقية إلى العائد على معدل النمو السنوي المتوقع في صافي الأرباح، بتساعد هذه النسبة على قياس معدل نمو سعر السهم مع النمو المتوقع في الأرباح، تعتبر أداة مفيدة جدا استخدامها في تقييم جاذبية أسعار الأسهم. طبعا نتيجة هذه النسبة ما حيطلع لنا، إذا طلعت معنا أكثر من واحد يمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم مرتفعة، وبرغم من النمو المتوقع في الأرباح، إذا كانت أقل من واحد بالنسبة لعديد من الشركات يمكن نظهر هذه النسبة أنها قيمة عادلة مع معدل النمو المتوقع في الأرباح. إذا كانت أقل من صفر القيمة السوقية للأسهم، أقل من نص عفوا، القيمة السوقية للأسهم تلك الشركة منخفضة، ويتوقع زيادة كبيرة في سعر السهم إذا تحقق العائد المتوقع من الأرباح. طبعا إذا كان معدل النمو السنوي المتوقع بصافي الأرباح الشركة السنة المالية القادمة 15%، وكانت نسبة القيمة السوقية إلى العائد 8.25 مرة، فإن القيمة السوقية إلى العائد مع النمو بيج تساوي 0.55، لأن عم نقسم نحن 8.25 القيمة السوقية تقسيم 15 واللي هي صافي الأرباح، وكل ما كان بيج أقل كل ما كان السعر أكثر جاذبية للمستثمر الذي يدفع أقل مقابل كل واحدة من نمو الأرباح. لكن نظور معرفة أن نسبة القيمة السوقية العائد مع النمو ريجوليتيو تصبح أقل فائدة في قياس مدى جاذبية أسعار العديد من الشركات الكبيرة ذات النمو المستمر والمنخفض نسبيا. طبعا بالرغم من أنه تقوم بتوزيع عوائد سنوية، كما أن النسبة تخضع لمعدل النمو التقديري الذي يمكن أن يتغير نتيجة عدة عوامل، منها ظروف السوق، الأزمات الاقتصادية والسياسية، وأخيرا النسبة، هذه النسبة لا تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، اي ان الشركات ذات النمو المساوي لمعدل التضخم لا تنمو من حيث القيمه الحقيقيه. يعني اذا كنت انت سادت ارباحك بمقدار 10% ومقابلها صافي عندك تضخم اقتصادي، بالتالي اللي راحت او ماتت قيمه العمله، فبالتالي كانك ما ربحت شيء. لذلك من الافضل احتساب نسبه القيمه السوقيه الى العائد مع النمو ومع بيع السهم للشركات تقوم بتوزيع ارباح نقديه بشكل مستمر، تاكد الاحتساب نسبه القيمه السوقيه الى العائد على معدل النمو السنوي المتوقع في صافي الأرباح زائد بيع السهم. وبالتالي فإن بيع السهم سيساعد في تحديد قدرة الشركة على تمويل ما يكفي من التدفقات النقدية وغيرها من تقديم عوائد مرتفعة نسبيا بالإضافة إلى احتمالات النمو. طبعا نسبة القيمة السوقية للعائد بي اي ريتيو والقيمة السوقية للعائد مع النمو بيج ريتيو تستولين على احتمال العديد من إدارة الشركة والصناعة، حيث يفترض أن الإدارة في المقام الأول تمثل مصالح المساهمين من أجل زيادة سعر السهم، أن سعر السهم يمكن يرتفع بطريقتين طبعا، إما من خلال تحسين الأرباح وتنويع العائدات بحيث ترتفع باضطراد مع مرور الوقت، أو من خلال الاحتيال المالي أو وتضخيم أو تخفيض العائدات باتباع سياسة محاسبية مختلفة لإعطاء مؤشرات على أن الشركة لديها القدرة على تحقيق نمو في الأرباح بشكل مستمر. النسبة الثانية القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية،
برايس تو بوك، تفتح حساب قيمة السوقية للأسهم، عدد الأسهم العادية ضرب القيمة السوقية على مجموع الأصول الملموسة ناقص مجموع المطلوبات. تسمى أيضا هذه النسبة بالنسبة للقيمة السوقية حق المساهمين. تستخدم المقارنة بين القيمة السوقية للقيمة الدفترية وتعتمد في احتسابها، تعتمد في احتسابها على الأصول الملموسة، وهي تعبر عن القيمة التصويرية للشركة، وتكمن أهميتها في الاستدلال على عدم وجود مغالاة في تقييم سعر السهم، وهي تشير إلى عدد وحدات النقد أو الدنانير التي تبعها المستثمر لقاء حصوله على وحدة نقد واحدة أو دينار واحد من صافي حق المساهمين، وتعطي صورة تقريبية عن القيمة التصويرية لموجودات الشركة بعد سداد جميع التزاماتها القائمة. طبعا إلا أن النسبة المنخفضة قد تشير أيضا إلى وجود خطأ جوهري في الشركة يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، وكما هو الحال مع معظم النسب يجب أن ندرك أن هذه النسبة تختلف بين القطاعات. في القطاع الصناعي يطلب مزيد من رأس المال والهيكل الأساسية في مقابل كل نوع من الأرباح، تكون النسبة هذه أقل بكثير من القطاعات الأخرى، ويخص هذه النسبة طبعا بأنها تعتمد على القيمة الدفترية تعكس قيم تاريخية قد تبتعد عن كل البعد عن القيمة الفعلية لأصول الشركة. تضخم، نزلت موديلات جديدة، الاستهلاك كلها بتخلي القيمة الفعلية بتختلف عن القيمة الدفترية. على سبيل المثال، إذا كان مجموع أصول الشركة مع نهاية العام حوالي 160 مليون، وبقى الأصول غير الملموسة حوالي 5 مليون، ومجموع المطلوبات 80 مليون، وعدد الأسهم القائمة 30 مليون، والقيمة السوقية للسهم 5 حسب آخر سعر إغلاق، تكون نسبة القيمة السوقية القيمة الدفترية النص، أي أن المستثمر يدفع دينارين مقابل كل دينار في صافي موجودات الشركة بعد طرح الأصول غير الملموسة وتسداد التزامات والديون. طبعا النسبة الثالثة هي ريع السهم Divided Yield، شكل الاحتساب حسب سهم الأرباح النقدية الموزعة على القيمة السوقية حسب سهم الأرباح النقدية الموزعة على القيمة السوقية السهم ضرب 100، يخصم بريع السهم نسبة العائد النقدي التي يستوفيها حامل السهم إلى القيمة السوقية القيمة السوقية للسهم، وهو يطلق القياس حجم التدفق النقدي الذي سيحصل عليه المستثمر مقابل كل دينار من سعر السهم، وحيث أن الاستثمار في أسواق المالية من الأدوات الأكثر مخاطرة، لذلك فإن المستثمرين يبحثون عن تأمين تدفقات نقدية من خلال الاستثمار في الأسهم ذات العوائد النقدية عالية نسبياً والمستقرة، والتساوي سعر الفائدة المصرفية على الودائع مضافة إلى عائد مخاطر ومعدلات التضخم. لكن الضمان معرفة أن ذلك يعني عدم وجود خطط، لأن ذلك يعني عدم وجود خطط استثمار لتوظيف تلك السيولة في التوسع وتحسين الأداء. فإذا قررت إدارة أو إحدى الشركات توزيع أرباح نقدية ما قيمته 380 دينار، علما أن عدد الأسهم القائمة 30 مليون سهم وسعر الإغلاق 5 دنانير، تكون نسبة ريع السهم 2%. النسبة الرابعة، قيمة السوقية التدفق النقدي برايس تو أو سي في، تحت الحساب قيمة السوقية للسهم على حصة السهم التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ضرب 100. تكتسب هذه النسبة أهمية كبيرة في تقييم جودة أرباح الشركات، حيث تعتمد هذه النسبة بشكل أساسي على التدفق النقدي التشغيل الناتج عن الأنشطة التشغيلية، والذي له أهمية كبرى في تحديد جودة الأرباح، وكذلك على مدى وجود سيولة لدى هذه الشركات التي من شأنها تساعد على النمو وعلى توزيع الأرباح. طبعا تأتي أهمية هذه النسبة في ظل احتواء القوانين المالية للشركات تأتي أهمية هذه النسبة في ظل احتواء القوانين المالية للشركات على أرباح وخسائر غير مسجلة وأرباح وخسائر إعادة التقييم، ويتوسع على صافي الربح للشركات
في حين يتم استثناء الارباح والخسائر غير المسجله عند احتساب التدفقات النقديه الناتجه عن العمليات التشغيليه للشركات اسست الاجهزه، وبالتالي اعطاء صوره اوضح للمستثمر اتخاذ قرار استثماري. وعاده يتم مقارنتها بالنسبه للقيمه السوقيه للعائد لاعطاء صوره افضل للمستثمر عن الوضع المالي للشركات من حيث جوده ارباح، حيث يعتبر وجود فرق كبير بين هاتين النسبتين مؤشرا تنبيه المستثمر لاهميه التركيز على رقم صافي الارباح ودراسه مكوناته والتاكد من جوده الارباح قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري. خمسة، عائد الاحتفاظ بالسهم Holding Pride Ratio، طريقة الاحتساب عائد الاحتفاظ بالسهم كالتالي: القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة ناقص القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة زائد حصة السهم من الأرباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة. بنعيدها: القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة ناقص القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة زائد حصة السهم من الأرباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة. يقوم محلل الماليون باحتساب هذه النسبة لما لها من أهمية خاصة كونها تأخذ بعين الاعتبار كافة المكاسب التي يحصل عليها حامل السهم، سواء كانت مكاسب رأس مالية نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم خلال الفترة المالية أو المكاسب النقدية نتيجة الأرباح النقدية الموزعة. كما يمكن استخدام المعادلة ذاتها في احتساب العائد على الاستثمار في السهم بهدف تحديد المردود الذي تحققه الذي حقه المستثمر من توظيف امواله في اسهم الشركه. وفي هذه الحاله يتم استبدال القيمه السوقيه للسهم في بدايه ونهايه الفتره بسعر بيع وشراء السهم. طريقه الاحتساب: طبعا سعر البيع ناقص سعر الشراء زائد حصه السهم من الارباح الموزعه على سعر شراء السهم. نعيدها: عائد الاحتفاظ بالسهم Holding Void Return، طريقة الاحتساب: القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة ناقص القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة زائد حصة السهم من الأرباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة. يقوم محللون الماليين باحتساب هذه النسبة لما لها من أهمية خاصة كونها تأخذ بعين الاعتبار كافة المكاسب التي يحصل عليها حامل السهم، سواء مكاسب رأس مالية نتيجة ارتفاع السهم السعر السوقي للسهم خلال الفترة المالية أو المكاسب النقدية نتيجة الأرباح النقدية الموزعة. كما يمكن استخدام المعادلة ذاتها في احتساب العائد على الاستثمار في السهم بهدف تحديد المردود الذي يحقه المستثمر من توظيف أمواله في أسهم الشركة. وفي هذه الحالة طبعا يتم استبدال القيمة السوقية للسهم في بداية نهاية الفترة بسعر البيع وشراء السهم. طريقة الاحتساب: سعر البيع ناقص سعر الشراء زائد حصة السهم من الأرباح الموزعة على سعر شراء السهم. بهالحالة إخواني بنكون انتهينا من نسب السوق، نسب السوق واللي بتمثل آخر نوع من النسب. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبلش بشيء اسمه التنبؤ بالفشل المالي. بتمنى تدرسوا المحاضرة منيح، بتمنى لكم التوفيق، الله يعطيكم العافية، بترككم بأمان الله، حفظه، على أمل نلتقى إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.